اليهودية هذايا دين كما الإسلام كما النصرانية كما البوذية كما الكونفوسوشية كما الهندوسية. الصهيونية كما داعش كيف كيف هذوما تيار يلتف بالدين صهيوني معناها فاشي جاء الأرض فيها مواطنين فكها وأقام عليها كيان وقال هذه أرض هذه الصهيونية. بالنسبة ليك ما فماش فرق بين الدواعش والصهاينة كيف كيف شكون زوج داعش هو الصهاينة هما معناها ثم داعش اليهود وداعش الإسلام هذا كيف كيف كما ثم داعش المسيحية وداعش البوذية ثم الدواعش راي في الأديان الكل. الفكرة اللي حبيت أقولها لك تقول لي رونيت شو اللي تو وليت اللي يجي هذا الصهيوني هذا شنو هذا مش صهيوني لأنه رينا خطاب أيضا فيه كراهية وفيه تحريض وهذا سمعناه حتى على قيادات حزبية مؤخرا في بلاتو تلفزي ضد رونيت رابلسي اليوم يقول لك هذا مواطن تونسي سواء كان يهودي أو مسلم أو مسيحي هذه حرية معتقد شخصية. أخي الناس اللي تهجمت على ولا أنت نقدت نوري طرابلسي رقتته لأنه يهودي ولا لأنه عنده ثم شبهات ارتباطات صهيونية. الجهناوي لو تونسي ومسلم باين ظفرين يعني باش ما ندخلوش في دواخر الناس يعني ماهوش يهودي والناس تتهم فيه بالصهيونية وهو عندنا برشا تونسيين. لكن الجهناوي رجل دولة لما الدولة تاخذ قرار سياسي هو ينفذ التعليمات. هو قرار اللي هو كان في مكتب يلزم ان نساوش هذايا صار في 98 في سياقات اخرى تاريخيه مش اليوم. هي في سياقات اخرى لا 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 سي محمد فماش اليوم وغدوه بعد 20 سنه. انا في تقديري القضيه الفلسطينيه تقول لي انت الفلسطينيين فاوضوا والاردنيين عملوا اتفاقيه وادي عرب والاخر عمل كام ديفيد والاخر عمل اوسلو وسلاوي يعني في 2005 وجهنا دعوه لشارون باش يجي لتونس. وفي 2005 وجهنا دعوة لشارون وقتها هبطوا التونسيين الجامعات اشتعلت في تونس راهي وصارت إيقافات وصارت تعذيب وقتها بالله على فكرة ذكرتني مذكر خير وقتها أنا حقيقة وليد صغير نقرأ أولى ثانوي في الليسي ونتفرج وقتها في القهوة بحث الليسي على برهان بسيس كيفاش يبرر في القدوم بتاع هذوم وهذه راهي الدولة استدعاته والقضية الفلسطينية تجروا بها أنتم وقتها يا ما وكيفاش يقول مثال قصوله يده وجيت صالحة للطنبور. أنا مش ندافع عن نظام بن علي النان ندافع عن الدولة ثم المناوئين والمعارضين هذوما المرتزقة وهذا الكلام الكل. علاش ساكي قلت لك يقول لي ولاية صفاقس أنا ما نصدقوش لأنه موقفه هو هبط التدوينة قال أنا ما كنتش مع التطبيع أنا ما دخلتش في أنا سمعتك أنت كنت تبرر لقدوم سي هذايا وقتها ما جاش شاريل شارون في الأخر جاء ذاك لكن الدعوة وجهت لشارون وجهت إلى الكيان الصهيوني يجي شارون لأنه صارت عليه مشكلة لأنه تاع صبرة وشتيلة وجزار لكن في الأخر جاء ذاك وزير الدفاع ولا نسيتو أحد الوزراء اللي هو بمعنى برهان بسيس في 2005 كان يبرر في زيارة شارون يبرر الدعوة هذيك يبررها والفيديوهات لو كانت تلقاها في قناة الجزيرة يمكن هو برر هو طلع بهذيك هو قال عند سمير شو اسمه ذاك الوافي سمير الوافي وقت اللي جاء بعد ما تنكس في الثورة وحكى كيفاش طلبوا عليه وهو طلع في البلاتو برا. إذا شوف القضية الفلسطينية هي ماهيش قضية الفلسطينيين وماهيش قضية الإسلاميين. القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب. قضية فلسطينية أكثر منك هي قضية عادلة عالميا يعني الآن أقل من 15 ثانية يعني الآن أي محاولة لتتفيها أو محاولة لحشرها في زاوية أن فلسطينيين في بعضهم وبينهم وبين اللي ما يتسموه الشهذومة لا القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية عربية عادلة.